السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم حلى لبناني اسم المدلوءة. أبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي فستق حلبي حمصته وراح أجرشه، وحتى أستعمله وقسم منه شلته محمص بس ما جرشته، يعني هم راح أخليه لهذا الحلى. هنا عندي 250 غرام شعرية الكنافة، وضفت لها ربع كوب سمن، أما حيواني أو نباتي أو زبد حسب رغبتكم. جرشته بمحضرة الطعام وصار بهالصورة. وإذا ما عندكم محضرة الطعام ممكن تستعملون ماكينة اللحم تثرموا بها على العين الخشنة، يعني اللي طلع مو ناعم كلش. هنا خليت الشعرية اللي بيها الزبد أو السمن بالطاوة وخليتها على نار متوسطة، وراح أحمسها بس ما أريد لونها يتغير، أريدها تبقى لونها أبيض. وضفت لها أول مرة ثلث كوب فستق حلبي، بعدين ضفت لها ربع كوب، وهاي حسب رغبتكم تقدرون تضيفون بس ربع كوب. أنا بقيت 10 دقائق أحمس الشعرية مالت الكنافة، وبعدين ضفت لها ربع كوب شكر. بعد ما ضفت الشكر مدة تقريبا 3 دقائق إلى أن ذاب الشكر وما تغير لون الكنافة مثل ما شفتوها، ضفت لها 3/4 الكوب شيرة. عندي شيرة أنا محضرتها وباردة محتفظة بها بالثلاجة، وضفتها وضفت لها الفستق والجوز. ممكن تضيفون كاجو أو أي مكسرات تحبوها عدلة، يعني ما مكسرة مثل هاي اللي أنا دا أخليها. هنا عندي ماء الزهر، هذا ضفت 1 ملعقة شاي، ممكن تضيفون شوية أكثر بس مو هواية يعني كمية. وهنا مي ورد هم ضفت 1 ملعقة شاي، وخلطت خلط جيد. دهنت هذا القالب بزبد وفرشت به هاي الشعرية اللي حضرناها اللي كملت. هنا من فرشتها صارت اسمها مفروكة، تقدرون بس يعني ما تضيفوا لها القيمر، بس من تضيفوا لها القيمر تصير مدلوءة أو مدلوقة، ما أعرف يعني شلون هم يسموها مدلوء. هنا عندي نص علبة مسكربوني، وضفت له 1 علبة قشطة، وخلطته وضفت له 1 ملعقة أكل شكر باودر، وهاي حسب الرغبة الشكر إذا ما تحبون للضيفون. وفرشت خليط القشطة على القالب وزينته بالفستق الحلبي المطحون المحمص وقدمته، وهذا شكله النهائي. جربوه إن شاء الله يعجبكم، وألف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو إذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، تشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية.